سيبك من مسرحية الرد الإيراني اللي أشعلت حرب تصريحات متبادلة شغالة بين الطرفين. إسرائيل بتطلع كل شوية أو بتطلع شوية تصريحات على لسان مسؤوليها بأنها هترد بقوة وهترد على إيران، وزي ما قال نتنياهو كده، نتنياهو بيقول إيران ارتكبت خطأ كبير جدا، ده اللي قاله، وبهجومها على إسرائيل وسوف تدفع ثمنه. ومن هنا انطلقت حرب التصريحات المتبادلة بين الجانبين زي ما هنشوف، بين المسؤولين في إيران وإسرائيل. إذا أخطأ الصهاينة فسوف يتلقون ردا ساحقا، ده الرئيس الإيراني. أدي وزير خارجية إسرائيل، النظام الإيراني تجاوز الخط الأحمر ولن تبقى إسرائيل صامتة في وجه الهجوم الوحشي. ده اللي حصل، يعني انطلقت الحرب بينهم. وفي وسط الحرب الكلامية دي حقيقة، خلينا نشوف أهو، طهران لم تستخدم بعد قدرتها الصاروخية الأكثر تطورا، وأي رد من الكيان الصهيوني سيقابل باستخدام مزيد من الأسلحة في الجعبة الإيرانية. يا جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، إيران لم تتعلم الدرس، من يهاجم دولة إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا. في وسط الحرب الكلامية اللي شغالة، أو مسرحية التصريحات زي ما بتحبوا يسموها، في حرب تانية حقيقية مش مسرحية. إسرائيل فيها خسرت كتير جدا النهاردة. جنوب لبنان يبدو أنه مش نزهة للجيش الإسرائيلي المتغطرس زي ما كانت إسرائيل فاكرة، عشان في مقاومة لبنانية، سواء كانت المقاومة دي حزب الله أو ما تبقى من حزب الله، كانت منتظرة جنود الجيش الإسرائيلي، وعملوا معاهم عمايل سودة أدت إلى قتل حوالي 14 جندي إسرائيلي، كما يقول العاجل ده مصادر إسرائيلية، مقتل 14 جندي إسرائيلي باشتباكات، اللهم بارك، باشتباكات جنوب لبنان، اللهم بارك. على أي حال، ده فيديو للطيارات الإسرائيلية وهي بتقل الجنود اللي غاروا وأصيبوا في الاشتباكات دي. خلينا نشوف الفيديو ده كده. كمان في اعتراف رسمي من القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 8 جنود في كمينة نصب ليهم في أحد المباني بجنوب لبنان، زي ما قالت القناة 12 العبرية. الخبر هيجي قدامنا أهو، القناة 12 العبرية، مقتل 8 جنود في كمين نصب لهم داخل أحد المباني. جيش الاحتلال أعلن كمان أنه في قائد فرقة من وحدة إيجاز تقريبا الخاصة اتقتل في المعارك بجنوب لبنان، اللهم بارك. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد فرقة في وحدة إيجاز الخاصة بمعارك جنوب لبنان. حزب الله أعلن أنه دمر 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة النهاردة، كما أعلن حزب الله 3 دبابات بصواريخ موجهة. للتعليق على أحدث أو في عواجلها، أعزي عائلات جنودنا الأبطال الذين قتلوا اليوم في لبنان، ونحن في ذروة حرب صعبة، نحن في حرب صعبة مع المحور الإيراني. أي كلام بقى بيبيع للشعب بتاعه. بريطانيا وفرنسا تعلنان مساعدة إسرائيل في صد هجوم إيران. هيئة البث الإسرائيلية، مجلس الوزراء الأمني قرر تنفيذ رد قاسي على الهجوم الإيراني. الرئيس الإيراني طلب منا التريث في الرد على اغتيال هنية من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات، ولكن تل أبيب دفعتنا للرد بعد تصعيد الوضع في لبنان. الخارجية الأمريكية نناقش مع إسرائيل طبيعة ردها على إيران وتصعيد طهران غير مسبوق. لم نستبعد جهود وقف إطلاق النار في غزة بسبب الأحداث في لبنان. لا نزال نعمل لمنع الانزلاق نحو حرب إقليمية في الشرق الأوسط رغم التصعيد. أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية. نتنياهو سيكون عام النصر المطلق، سنة جديدة سعيدة لشعب إسرائيل. ممثل إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد، على إسرائيل أن تفهم أن كل عدوان ستشنه سيكون له رد. رويترز عن بايدن، لا أدعم شن أي هجوم على مواقع إيران النووية. القسام، نعلن مسؤوليتنا عن عملية يافا البطولية التي نفذها القساميان محمد رشيد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني من الخليل. التصعيد الإسرائيلي في لبنان هو ما حذرنا منه أمير قطر. الوساطة هي خيار استراتيجي لدولة قطر، ولذلك نؤكد مساعينا لوقف الحرب في غزة رغم التعقيدات بسبب التصعيد الإسرائيلي. نجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو مفتاح السلام في المنطقة.
المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون: العواقب التي ستواجه إيران بسبب أفعالها ستكون أعظم بكثير مما كانت تتخيله. القناة 12 الإسرائيلية بتقول نحو 220 صاروخ أطلق من لبنان على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم. 12 برضو بتقول انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات في الجليل الأعلى شمال إسرائيل عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.